وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا من روما الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. بعد التحية دكتور فؤاد، جهود دولية كبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته وخاصة فيروس أوميكرون، وعلى الرغم من هذه القيود إلا أن فيروس كورونا متحوراته ينتشر بصورة كبيرة وسريعة، برأيك ما سبب هذا الانتشار السريع على الرغم من كل هذه القيود؟ تحياتي للجميع. بالنسبة لانتشار الأوميكرون بسرعة، لأنه في عنده طفرات داخل بروتينا سبايك تجعل الفيروس أقوى انتشارا. ليش؟ لأنه أسهل أنه يخش في خلايا جسم الإنسان. اللي ما قدرش يعني تكون عند المتحورات الثانية أو السابقة. بس في نفس الوقت زي ما انتو يعني شرحتوا انه الاعراض خفيفه. اليوم في عنا نسبه عاليه بالمصابين، بس لازم نقرا هاي الارقام بشكل من ناحيه طبيه وصحيه. ليش؟ لانه في اوروبا تقريبا 7 مليون اللي اصيبوا في اول اسبوع في شهر 1، في عنا تقريبا أزيد من 150% من ارتفاع المصابين، بس نصف المسحات اللي بنعملها في أوروبا لأسباب العمل وأسباب احترام القوانين والإجراءات والجواز المرور الأخضر. في نفس الوقت في ارتفاع في أفريقيا تقريبا 89%، بس شو في أوروبا 10% تراجع نسبة التوفي، في أفريقيا 13% تراجع نسبة التوفي. هاي الأرقام من ناحية طبية. عشان هيك إحنا من 3 أيام تقريبا من أسبوع بنعمل نداء لكل وزراء الصحة والحكومات في أوروبا تغير أسلوب نشر وإعلان المصابين، مش كل يوم، مرة بأسبوع، ولازم ننظر إلى نسبة اللي بتوفوا، نسبة الضغط على المستشفيات، نسبة الأعراض الخطيرة. اليوم عندنا تقريبا أزيد من 85% من المصابين غير متطعمين في المستشفيات. دكتور فؤاد، منظمة الصحة العالمية أدخلت عقارين جديدين إلى الاستخدام ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، برأيك إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه العقارات الجديدة في الحد من انتشار الفيروس؟ نعم، هذا خطوة مهمة. نوضح أنه اللقاح فائدته عشان الوقاية، الأدوية عشان العلاج. الأدوية إحنا بحاجة إلها في أول يومين ثلاثة لما يصير الأعراض عند الشخص، عشان هيك بيعالج المرض. اللقاح والدواء مع أنه بيختلفوا وظيفتهم، مشتركين مع بعض مقاومة الأعراض الخطيرة، مقاومة توصيل الشخص إلى المستشفى وإلى غرف الإنعاش. عشان هيك وإذا بيغدى عنا متوفرات أدوية خصوصا اللي بنقدر نستعملها في أول يومين سوف يكون نجاح كبير. وفي نفس الوقت نسبة التطعيم لازم تغدى زي ما كررنا عديد من المرات متوفرة في كل العالم، لأنه اليوم تقريبا أزيد من 36 دولة فقط عندها 5% من التطعيم. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، شكرا جزيلا لك.